السلام عليكم ومرحبا بكم عندنا جد. اليوم ان شاء الله حنديروا الوصفه تاع المخ تاع البكري. قبل ما نبداو نصلوا على النبي عليه افضل الصلاه وازكى التسليم ونبداو بسم الله. عندي المخ هذا يا تاع البكري، وعندي هنايا عندي الثوم، صوص تاع الثوم، ثلاثه فصوص تاع الثوم، عندي زوج طوماطيشات هذوما صغار، وهنايا فلفل عكري والكركم والملح. هنا بيسكو عندي انايا فلفل عكري كنت طيبته وجدته درته في كونجيلاتور، يعني نحط لكم الوصفه اللي كنت وجدته في صندوق الوصف ولا في اخر الفيديو. راني حنستغنى على الفلفل العكري هذا يا بودره، وبيان سور زوج حبات بيض هنايا اللي حاب يزيد البيض، وهذا مكان دوك هنايا راني وجدت الماء باش يغلي. دوك هذا نرميه ديريكتومون لداخل باش نقي كامل هذا المخ، هذا نحيلو كامل هذه القشره اللي راهي من الفوق والعروق اللي فيه. العروق هذوك الكبار برك ماشي لازم نحيهم كامل. فوالا شوفوا نحي هذا كامل هذه القشره وهذا العروق. وكاين دي فوا هايديك كيما هكذايا العظم، دي فوا يكون فيها عظم لداخل كيقطعوا هذاك البوزلوف، دي فوا العظم تاع هذاك الزليف يكون حاصل. نطفي على الماء هذا ودوك نرميه لده. انا نكمل هنا باش يساعدني خير، نرميه داخل الكاسرونه هذه نخليه يا ربي واحد 2 مينوت برك. وهذا الماء هذا كما راك تشوفوا نزيد له شويه خل باش نحالو كامل هذيك الريحه تاع الزفاره تاع المخ. نخليه واحد زوج دقائق برك هاك، ما حاش نغليه ولا كاين اللي يغلوه، مي انا شو بريفير هكذا الماء سخون ونحطو هكا. ما بيد انا نربي هاد زوج حبات طوماطيش والثوم. هاي عندي زوج حبات تاع طوماطيش تاعي، نزيد نحط لهم هاد الفصوص تاع الثوم باش نرحيهم على ضربه. هنايا ملي درت زوج مغارف تاع الزيت عندي هادي الطوماطيش تاعي، دوك نشل البرك هذا ونديرو داخل، وهنا ندير لها الملح. ندير الكركم، شويه كركم، الفلفل العكري قلت لكم انا حنستغنى عليه باسكو عندي هذا فلفل عكري فخيف، كنت فلفل رحيتو رحيتو وخبيتو. دوك نحط لكم الوصفه في اخر الفيديو ان شاء الله. نقدر ما نزيد لها شويه طوماطيش تاع الباطا مصبره، نخليها تتقلى لي مليح الطوماطيش تاعي حتى وين طيب. نخليها هكا ونغطيها ونخليها طيب اونتخو طون. انا نروح نقي المخ تاعي والطوماطيش تاعي راهي طيب لي من هيك. هاميك بيتنحاو فاسيلمون باش كي ناكلوهم ما يجينيوناش. الطوماطيش تاعي راهي طابت وكامل كيما قلت لكم العظم اللي كان فيه ولا هاي اللي كان لقيت وحده دوكا، وهذوك العروق الكبار شوفوا هذا شتوه شتو شوف نحا دوكا. دوكا هكذا نحطو ديريكتومون في المقلة. بلا ما نقطعو بيسكو دوك وحدو دوك نخلطو برك يدوب وحدو، يتقطع وحدو ماشي يدوب وحدو. فوالا نديرلو غير هكذا والمخ ما يطولش دوك تم تم يطيب. هاي طابت فوالا
خلاص طابت، ذقتها في الملح. دوك نزيد لها دوك زوج حبات بيض، دير زوج ولا ثلاثة ولا دلجاج. هنا إذا حبيت نخلطهم ولا نخليهم غير هكذا، أنا دوك نخلطهم. لو كان درت ثلاثة نحط نزيد واحدة هنايا وناكلوهم، مي هكا جو بخيفير نخلطهم كامل. نزيد لهم برك شوية ملح لهادوك البيض، باسكو الطوماطيش والمختاعي راهم ملح في الملح. ما نخلطهمش مليح، نخليهم هكا يبانو شوية صفر. فوالا وراهي طابت بصحة وبهنا. هنايا ندير لها، انا ما عنديش معدنوس بصح اذا عندكم معدنوس ديروا معدنوس. هنا عندي الحشيش انا، ما يطلق ثاني بنا مليح. هذا نخليه نديرو نشبحو برك من الفوق. دوك نغطي عليه باش يطيب لي هذاك البيض. خلاص هاي طابت، هايليك البيض طاب. يا سيغ درنا البيض ودرنا الطوماطيش باش نزيدو نزكيو المخ تاعنا باش الافراد العائله كامل ياكل. هاوليك المخ تاعي راهو واجد. هذا نورمالمون 60,000 شراه، زيد له غير شويه حشيش ولا ما مصباح. وانا نقول لكم المخ تاعي بنتي قالت لي نحيتي المخ تاعك وطيبتيه ماما. المهم نشكركم على المشاهده تاعكم، ما تنسونيش في الجيم ويعطيكم الصحه. شوفوا جاب بنين هايل والوصفه سهله خفيفه وظريفه. سلام. أكيد راح يجي بنين.